وفي كولومبيا أظهرت نتائج جزئية للانتخابات التشريعية التي جرت الأحد تقدم اليمين الحاكم، وذلك على الرغم من الانتقادات التي وجهت إلى العديد من مرشحيه بسبب علاقتهم المفترضة بالميليشيات المسلحة، حيث حصل الحزب الاجتماعي للاتحاد الوطني الذي يتزعم الرئيس ألفارا أوريبي وزعيم والحزب المحافظ العضو في الائتلاف الحاكم أيضا على أغلبية مقاعد البرلمان بعد فرز نحو 50% من الأصوات. ويرى المراقبون أن الفروق الطفيفة في الأصوات التي حصل عليها الائتلاف الحاكم قد تؤدي إلى انقسام هذا الائتلاف في حالة تنافس مرشحين من كلا الحزبين على منصب الرئاسة خلال الانتخابات المقررة في 30 من مايو القادم.